طيب كويسه. طيب 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 برودكشن سريعه سريعه جدا جدا على تخزين البيانات والملفات. طبعا مش تخزين البيانات، هي تخزين البيانات في الملفات خلاص كده او في قواعد البيانات او في حاجات تانيه عايزين نتعرف عليها خلاص. فبنقول ان اهم حاجات دايما في التطبيقات بتاعه الكوميرشال اللي احنا دايما بنحب نركز عليها اللي هي فيها مصلحه خلاص، سيبنا من الالعاب وسيبنا من الكلام الفاضي، خلينا نتكلم على الحاجات الكوميرشال اللي ممكن تكون بلادنا محتاجه لها، الناس محتاجه لها، في الشارع هينزل لحد محتاجه له، زي الافكار اللي احنا اتكلمنا عنها مع بعض خلاص. فدايما البيانات هي اهم معلومه عندي. فعايزين نتكلم على الملفات، ازاي نخزن ملفات النصوص الصور، قواعد البيانات تتعامل معانا ازاي. في طرق في الاندرويد مختلفه ان احنا نقدر نتعامل مع البيانات. في خمس طرق هنا مذكوره مهمه جدا جدا، نتكلم عليهم كده واحده واحده على السريع، وبعد كده نمسكهم واحده واحده نحاول نتعامل معاهم على قد ما يتقدر لينا. اول حاجه اسمها البريفرنسز. البريفرنسز اللي هي مش عايز اترجمها خلاص كده، دي طريقه من الطرق اسمها بريفرنسز. هي ليه سموها بريفرنسز؟ دايما تلاقي في البرامج وبالذات في الفتره الاخيره دي تلاقي البرامج كلها من قائمه ايديت بريفرنسز، خش حدد الحاجات اللي انت تفضلها. بمعنى ايه؟ عدد الريسنت مثلا، عرض الحاجات اللي بتتعرض، عدد اخر حاجات بتتعرض ايه هي؟ عدد مثلا او اللون بتاع البرنامج اللي انت تحبه ايه؟ الفونت اللي انت بتحبه ايه؟ السيتنج خلاص؟ فعملوا حاجه اسمها البريفرنسز سهله جدا جدا جدا. قال لك انا هعمل السيتنج دي. السيتنج عندك طبيعتها بتتسجل ازاي؟ تسجل عندي دايما كي فاليو. كي فاليو يعني ايه كي فاليو؟ فونت سايز ده كي، الفاليو 14 فونت. لا بس خد بالك، ما انا جاي لك فونت مثلا، فونت فاميلي مثلا مثلا، ولا فونت مش عارف ستايل، او لا فونت فاميلي مثلا، مثلا اي نوع خط مثلا امباكت سعاده بركاته. طيب فقلنا ايه السيتنج دي؟ دايما تاخد بالك منها بحاجه، ان احنا دايما بنسجل كي وفاليو زي ما قلنا الامثله اللي احنا قلناها من شويه دي خلاص كده. بس تلاحظ حاجه دايما البرنامج بيشيل كام، يعني ايه؟ يعني مثلا ما اقول فونت ستايل مثلا، فونت ستايل دي مثلا عايزين نسجل ان هي بولد مثلا خلاص كده، او ايتاليك او اي حاجه. تلاحظ في البريفرنسز، اللي هي المفضلات بتاعت البرامج، يا ريت تركزوا معايا شويه، بتلاقي ايه؟ بتسجل قيمه واحده، ولا ينفع انا اخش تبقى بولد ويخش هو يبقى نورمال، يخش هو يبقى ايتاليك؟ قيمه واحده ما بتبقاش يوزر بروفايلنج، ما بتبقاش يوزر ايه؟ لا ما بتبقاش يوزر بروفايلنج، هي بس للبرنامج، البرنامج مظبوط فيه ان النظام على خط 14، انت تخش خط 14، انا اخش خط 14، هو يخش خط 14. فمعنى كده كلمه فونت سايز شالت كم قيمه؟ واحده. يعني ما حدش يسرح ويتخيلها، عشان انا عارف انتوا عارفين داتا بيز، فما حدش يسرح ويتخيلها ان هي هتبقى مثلا جدول عامل كده. بص معايا السبوره، ما حدش متخيل ان مثلا هيبقى في عندي حاجه عامله كده اسمها فونت سايز مثلا، وكل واحد يخش يكتب 12، واحد يخش 14، واحد يخش 16. لا مش كده، مش كده البريفرنسز، مش كده البريفرنسز. عندك خاصيه اسمها سايز خلاص شايله 14، خد يا الامر انتهت، ما ينفعش سايز تاني، ما ينفعش ليها قيمه تانيه. القيمه التانيه دي تخش تشيل الايه؟ تشيل 14، تحط القيمه الجديده اللي هي 16 بس. فدي طبعا بتبقى جميله جدا، بتبقى مفيده جدا في بعض الحاجات البسيطه، وبرده بقى للبريفرنسز بتاعت البرنامج بتاعك. اليوزر عايز لون فاتح خلاص، زي ان هو مختار لون لايت، لون دارك، مش عارف ايه فونت ليه، ايا كان الايه المنظر، وعايز دايما بتبقى مميزه في انك لما تكون محتاج خاصيه قيمه. ممكن نلعب بيها، بس انك نحط مثلا اسم بسايز مختلف ولون مختلف، واذا فتحت المكان بأكثر من شكل. نلعب نعمل ايه؟ نعمل مثلا ده راندو ويظهر بأكثر من شكل، بأكثر من لون، بأكثر من مكان، هو ده يظهر بأكثر من مكان كده كانترول البرنامج. ما انت كده محتاج البريفرنسز عليه؟ طيب البريفرنسز هنا عشان تسجل بيانات، انسى، ما تنساش. لا ما دي برضه البريفرنسز
انا ماشي، انا محتاج اسجل بيانات ايه هنا في ان انا اعمل شكل عشوائي، الوان عشوائيه بتطلع في اماكن مختلفه عادي، مش محتاج ان انا اخزن، مجرد ان انا راندم واطلع الراندم الراندمايز ونحط الارقام اللي تطلع مش محتاجين، لكن انا محتاج ان انا اسجل قيمه. مثلا ممكن واحد يقول لي لو انا عايز اعمل لوجن بسيطه يعني مش لاكتر من يوزر وبتاع، هو اليوزر بتاع الموبايل اليوزر كذا الباسورد كذا خلص، يبقى بريفرنسز على طول. انت ما تتعبش قبل ما تروح تعمل لي داتا بيز وبتاع، ما هو ليه؟ ما تقول لي هقول لك ما هو الموبايل المفترض انه يوزر واحد، الا لو انت عامل برنامج مثلا زي مثلا فيسبوك او تويتر، او عايز تعمل برنامج يمانج مثلا السوشيال نتورك، يمانج السوشيال نتورك، فتقوم منزلين مثلا الجي تويتر وننزل الجي فيسبوك ومش عارف ايه وكلام من ده، ونبدا عايزين نعمل برنامج واحد يمانج كل الراجل يعمل بوست او ياخد البوست اللي هو عمله وقوم رميه على تويتر الحساب الاكونت بتاعه، وقوم رميه على فيسبوك على الحساب بتاعه، وقوم رميه على مش عارف ايه، على على لينكد ان، ورميه على مش عارف على الكلام ده كله، اي بوست اقوم رميه في كل حته. مثلا انا عايز اعمل برنامج يعمل كده، يبقى برنامج لذيذ جدا ويفيد الناس كلها. خلاص؟ ساعتها لان اليوزر بقى عندي ممكن يعني ممكن انا اكون الاكونت بتاعي متسايب، وممكن يكون واحد تاني عايز يخش الاكونت بتاعه. ممكن؟ ممكن هنا تعمل داتا بيز بقى، بس انا شايف ان هو دايما بيبقى على اليوزر موبايل، هو يوزر موبايل. حتى لو انا عايز واحد تاني يخش بيعمل سان اوت، صح ولا ايه؟ بخش. الا بقى لو كنت تستخدم برنامج بقى ما ينفعش فيه الحته دي. عندي كذا اكونت. وعايز اسيب الكذا اكونت دول واخش عليهم. اه يبقى ده انا هضطر اعمل داتا بيز، مش هينفع معايا الديفرنس. فاهمين الفكره ولا مش فاهمين الفكره؟ خلاص؟ طيب. طبعا النوع الثاني اللي هتكلم عليه اللي هو الانترنال ستورج. الانترنال ستورج اللي هو التخزين هو فايل انترنال ستورج. فايل انترنال ستورج بخزن ملفات وخزن فيها بيانات داخليه، يعني ايه داخليه؟ على المكنه يعني. على المكنه ذات نفسها، مش بخزن على حاجه خارجيه. ومش بس على المكنه بس. لا على المكنه ويخص البرنامج بس. يعني ما ينفعش برنامج تاني يقدر يخش يشوف البيانات دي فين ولا متخزن فيها ايه. طبعا بينفع طبعا، لكن الديفولت يبقى مش نافع. خلاص. الا بقى لو في العاب بقى ولعب ولف ودوران. خلاص يعني في برامج بتنزل عندك بتبقى مهمتها انها تلم بياناتك كده وتلملم من على الجهاز بتاع كل البيانات اللي عندك وهوب على النت راحت كل البيانات. في كتير. خلاص احنا بنتكلم، طب ما تهتموش بالحاجات دي عشان ما تعرفوش تلف حول نفسكم والموبايل تكسروه في الاخر يعني. ايه؟ انجلي بيرد كتير كتير. فاهمني ازاي؟ المهم يعني المهم عشان ما نخش في المجال ده عشان ده مجال شائك يعني. خلاص يبقى الفايل انترنال ستورج دي بقى بيانات ملف بنخزنه عندنا جوه الجهاز جوه المكنه بتاعتنا، وفي نفس الوقت خاص بالايه؟ خاص بالبرنامج بتاعك. في لك اكسترنال يعني خارجي يعني، انترنال داخلي اكسترنال خارجي. الاكسترنال نفس القصه، ممكن اخزنه على ذاكره خارجيه، طبعا ميموري كارد مقصود بيها على طول، او انقل على اليو اس بي وانقل على الجهاز او الكلام ده كله. خلاص ذاكره خارجيه، بس طبعا دايما بيبقى معظم الحاجات اللي هتسجل يبقى مسجل على ميموري يعني ميموري كارد. خلاص. وبعد كده النقطه الرابعه على حاجه اسمها اس كيو لايت. اس كيو لايت خلاص، SQLite دي الداتابيز اللي بتنزل مع الاندرويد اللي هي سبورت وبتنزل مع البرنامج وكل حاجه جاهزه، مش محتاجين اي حاجه. SQL الناس دايما تسال انت تقول SQL لايت. SQLite خلاص. SQLite مش هتكلم طبعا ايه من انتاج اوراكل بقى وكلام من ده عشان حبيبتي طبعا شركه اوراكل وكده، بس انا بتكلم على ان هي بتخزن البيانات كداتابيز بقى. انتوا طبعا عارفين ان عندكم خلفيه عن الداتابيز فمش عايز اتكلم عنها، هي جداول بقى والكلام ده كله. بس احنا لازم على الكارتين بتاع بيكون لا ليها وزر بتاع ليها وزر بقى خلاص. طيب ونتورك كونكشن. نتورك كونكشن ايه بقى؟ نتورك كونكشن طبعا اسم خاطئ بالمره. خلاص هو المفروض اسمه داتا بيس سيرفرز، مش نتورك كونكشن. خلاص داتا بيس سيرفرز اللي هو بقى الداتا بيس بتاعتي ما تكونش بقى عندك في الموبايل، الداتا بيس دي تكون على سيرفر. ودي من اخطر الاماكن هنا. خد بالكم من الكورس اللي احنا بنتكلم فيه ده اندرويد اوبريتنج سيستم، ما بتكلمش على ويب اندرويد اوبريتنج سيستم. خلاص
حاجه تانية خالص، ولا الكلام ده يبقى مثلا الكورس الجاي ان شاء الله ولا عليكم خير يعني، يبقى بقى اخش على اتش ام ال 5 ونخش على جافا سكريبت ونخش على ايجاكس ونخش على مواضيع تانية خالص مالهاش دعوه باللي هنا ده. خلاص طبعا الاهم والاهم طبعا الويب طبعا دلوقتي بس عشان مبتدئين، فلازم نعدي على ده الاول ناخد بس فكره كده لغايه ما ربنا ايه ربنا يسهل لنا. المهم الداتابيس سيرفر، الداتابيس ايه؟ سيرفر موجود في اي حته، سيرفر عادي اي مكان خلاص. المهم ان جهازي بيكونكت على شبكه الانترنت وبيبعت بيانات للداتابيس دي او بيستقبل بيانات من ايه؟ من الداتابيس دي، وتبقى كده الدنيا فتحت معاك زي الفل. بس دي الثلاث انواع او الخمس انواع خلاص كده. نوع شيرد بريفرنسز اثنين، واحد انترنال واحد اكسترنال، الاثنين فايلز، الاثنين فايلز بس واحد انترنال واحد اكسترنال، والنوعين التانيين الاثنين داتابيز بس واحد اس كيو لايت على يعني انديفيدوال داخلي بلد يعني او انترنال داخلي، وواحد اكسترنال لا واحد على السيرفر بقى اللي هو داتابيز سيرفر خلاص كده. طيب تعال نبص بصايه سريعه جدا جدا على الشيرد بريفرنسز. شيرد بريفرنسز ده عباره عن في كلاس اسمه شيرد بريفرنسز كلاس، بيساعدنا ببساطه جدا ان احنا نخزن بياناتنا بصوره سهله جدا في شكل كي وفاليو زي الباندل اللي اشتغلنا عليه قبل كده، ما سجلنا جواه كي وفاليو كي وفاليو خلاص كده. طيب البيانات دي بتتخزن في ملف اكس ام ال داخل الجهاز داخل التطبيق بتاعك. يعني ايه داخل التطبيق؟ لما تيجي تعمل برنامج، البرنامج ده بيبقى ليه بعض الملفات، جوه ملف ديتا، جوه مش عارف ايه، جوه ملف ايه، جوه ملف ايه، شويه فايل فولدرز. الاكس ام ال فايل ده بيتسجل جوه فولدر منهم، جوه فولدر ايه؟ جوه فولدر منهم. هنا طبعا بيديك امثله مثلا اليوزر نيم والكلام ده كله والبريفرنسز والكلام ده كله، ماشي. تعال نبص مع بعض كده على بعض النقط اللي لازم نعرفها قبل ما نبدا نشوف برمجه في البريفرنسز دي. بتاع البريفرنسز اهم حاجه ان انا عايز اعملها فيها ان انا اسجل بياناتي جوه البريفرنسز ازاي، اسجل بيانات جوه البريفرنسز ازاي، واسترجع بيانات من جوه البريفرنسز ازاي. خلاص كده؟ طيب طب اعدل، طب احذف، الحذف ملوش لازمه. لكن التعديل اول لما تكتب من اول وجديد على نفس الكي بيابديت لوحده، بحال شيء لوحده بيفهم، مش محتاج ابديت، مش محتاجين دي ديليت فاضي يعني، حط جواها قيمه فاضيه. فهمنا الفكره؟ يبقى مجرد بس انشاء وايه وقراءه في الشكل المبسط خالص، في الشكل المبسط خالص. فبيقول لي ايه لما بنحب نوصل للبريفرنسز بنقول جيت بريفرنسز من اي اكتيفيتي داخل نفس البروجكت. اول ما اقول له جيت بريفرنسز هيرجع لك اوبجكت اسمه شيرد بريفرنسز تستقبله انت. انا اعمل شيرد بريفرنسز اس بي مثلا بيساوي جيت لي بريفرنسز، فيجيت لك الايه؟ البريفرنسز بس. يبقى انا هقدر اس بي ده بقى ابدا اتعامل معاه بقى، اجيب منه احط فيه زي ما انا عايز. خلاص كده؟ طيب في بعض الانواع وانت بتفتح الملف لازم تحدد، مهمه جدا. اول حاجه المود اللي هو البرايفت. البرايفت معروفه كلمه برايفت يعني ايه؟ خاص. مود برايفت معناها ان يعني انا هفتح الملف ده دلوقتي انسى، مفيش اي حد يقدر يتعامل مع الملف ده غيري انا دلوقتي. تالي كلام معناها واضح، معناها ايه؟ واضح. خلاص. في وورد ريدابل. ريدابل يعني ايه؟ ريد قراءة، ريدابل قابل للقراءة. خلاص؟ امال وورد دي يعني ايه؟ وورلد دي يعني ايه؟ وورلد دي يعني العالم. اي حد يشوف، مش العالم بقى مقصود بقى العالم كله يعني، لكن المقصود بيها ان اي تطبيق يمكنه قراءة ملف الاكس ام ال يعني. واضح الكلام؟ يبقى اي تطبيق يقدر يقرا فقط وللقراءة فقط. طب الثانية بقى اللي هي رايتابل دي بقى، الرايتابل دي بقى خلاص بقى كله بقى يقدر يقرا ويكتب ويعدل وهيصل خلاص. ودي طبعا حاله نادره جدا ان احنا نفتحها يعني للدرجات دي يعني حتى عشان الامان يعني. ممكن واحد يجي يقول بس هي
يعني ليها حالاتها برضه بس صعب الوصول اليها يعني. خلاص كده خد بالك، اصل اليوزر اللي قاعد ده ماسك الموبايل بيبقى يوزر واحد، خدوا بالكم من اللقطات دي، مش هبقى انا واخد نسخه موبايل واحد وده ماسك نسخه موبايل واحد يعني. لا مش هيحصل، مسطب ابلكيشن تاني بياخد ابلكيشن شغال بس ايه؟ يوزر واحد. خد الفكره؟ ممكن يكون في ابلكيشن عندي شغال في الباك جراوند ورا وبيعمل عمليات، وانا فتحت ابلكيشن تاني وشغال انا اللي بعمل عمليات، عشان كده قلت لك ليه برضه حالات. بس برضه بقول لك ما تنساش دايما ان هو يوزر واحد بيبقى على الجهاز، لكن ممكن يكون كذا تطبيق شغال على نفس الفايل. خلاص كده؟ يبقى في الرايتابل ده اي واحد يقدر يوصل للملف ويقدر يتعامل عليه. طيب شويه معلومات بس عشان تفتكرها كويس جدا وقبل ما نبدا نشتغل. دايما بننشي اوبجكت من الكلاس اللي اسمه شيرد بريفرنسز عشان ابدا اشتغل بيه، ودايما بيجيب لي البيانات من ايه؟ جيت بريفرنسز. فبجيب كل البيانات واحطها جوه البريفرنسز ده. لكن لما اجي اعمل بقى ايديت بيانات بعمل كلاس دايما مشهور اسمه اديتور. كلاس اسمه ايه؟ اديتور يعني المحرر الكاتب. خلاص؟ وبرده ده المحرر ده بقول له بوت يعني ايه؟ حط. خلاص حط القيمه دي، فادي له القيمه بتاعت الكي والفاليو، مثلا اقول له اليوزر نيم علي. خلاص هو كده هيحط كلمه يوزر نيم ايه؟ علي. اقول له بوت السترنج بقى او اي انواع اللي احنا هنتكلم عليها، الباسورد كذا، الكذا كذا الى اخره، احط كل القيم بتاعتي، وفي الاخر بقول له كوميت. كوميت يعني ايه؟ سيف يعني. كوميت يعني ايه؟ سيف. لكن الانواع اللي ممكن يقبلها هي الانواع البسيطه جدا اللي هي السترنج، الفلوت، اللونج، الانت، البوليان، اللي هي الانواع الاساسيه اللي موجوده في لغه جافا. هو كده؟ خلاص؟ طيب. يعني هنبص على مثال توضيحي نفهم فيه لما نيجي نكتب جوه البريفرنسز بنكتب ازاي؟ لما نيجي نقرا من البريفرنسز نقرا ازاي؟ بدون دخول في اكزامبل بانترفيس وفيوز وكلام من ده، مش غير كده. لما نشوف بقى اكزامبل، لما اجي اعمل لكم اكزامبل كامل هبقى اشوف بقى الكلام ده بيتعمل ازاي بقى والقصه دي. خلاص كده؟ بص اول حاجه عملت ايه؟ عملت كلاس اسمه شيرد بريفرنسز سميته بريفس. جيت بريفرنسز، طب واحد يقول لي بس اقول له ثانيه، جيت بريفرنسز دي مش ممكن يكون عندي كذا بريفرنسز؟ يعني مثلا السيتنج، مش هي السيتنج اتفقنا عليها؟ كلمه بريفرنسز قلنا اعتبرها هنا كلمه مقابله لكلمه سيتنج، صح؟ قلنا ايه مثلا؟ قلنا ان السيتنج دي بتاعت العرض. ايه هي العرض؟ اللي هو اللون الابلكيشن، خط الكتابه، يعني تذكر اسمه ولا ما تذكرش اسمه، ليه الحاجات الخاصه بالعرض. خلاص ممكن يكون عندي بريفرنسز ثانيه شايله مثلا ايه؟ شايله الارقام المفضله، الارقام اللي هو دايما بيستخدمها، او الاسماء اللي دايما بيستخدمها، او الايميلات اللي دايما بيكتبها، صح ولا لا؟ او الاغاني اللي دايما بيشغلها، اي حاجه. ممكن يكون عندي ملف ثاني بسجل فيه بعض البيانات، يبقى عندي كذا بريفرنسز. بريفرنسز دي بتاعت مثلا بتاعت البلاي ليست، بريفرنسز دي بتاعت الارقام الموبايل، بريفرنسز دي بتاعت الايميلات، بريفرنسز دي بتاعت الشاشات، البريفرنسز دي نفس البرنامج، نفس الايه؟ البرنامج. فاحنا بنسمي البريفرنسز، بنسمي الايه؟ فسمى مثلا ايه؟ ماي داتا ستورج، يبقى ده اسم البريفرنسز. ممكن في البرنامج بتاعه او مسمي بريفرنسز ثانيه، بريفرنسز ثالثه، بريفرنسز رابعه. خلاص كده مفهوم الفكره؟ طيب وبقول المود اللي هفتح بيه، فانا قلت مود ايه؟ برايفت. المود برايفت. خلاص معروف ان كده انا هفتح الملف ده مفيش اي ابلكيشن تاني يقدر يستخدم البرنامج ده، ولا في القراءه ولا في الكتابه. واضحه الفكره؟ طيب خلاص البريفس دي بقت خلاص دلوقتي شايله كل البريفرنسز اللي موجوده جوه ملف الاكس ام ال ده، اللي هو اسمه ايه ملف الاكس ام ال ده؟ ماي داتا ستورج. خلاص عملت ايه؟ كلاس اسمه اديتور سميته ام اديتور، بيساوي الاديتور ده هيكتب، الاديتور ده ايه؟ هيكتب. طالما هيكتب لازم اقول له اكتب جوه مين؟ لازم اقول له اكتب جوه مين؟ فقلت له يا بريفرنسز دوت اديت، فالبريفرنسز دوت اديت ده كده هيجيب لك كل البيانات بالاكس ام ال المكتوبه جواها، خلاص؟ ويحطها جوه مين؟ جوه الاديتور، ويصبح الاديتور قادر على وضع قيم بداخلها او حذف قيم او تعديل قيم او الى اخره. خلاص بقى الام اديتور ده شايل كل حاجه، اما اجي اقول له ام اديتور دوت بوت سترينج
بوت سترنج يعني اضيف السترنج ده عندك. ايه هو؟ قلت له اليوزر نيم، اهو اليوزر نيم اسمه داتا ستورج يوزر واحد. ممكن بعمل بوت فلوت بوت لوين بوت انت بوت ايه؟ بوت والنوع اللي انت هتضيف عليه. خلاص كده قلت له ام اديتور دوت بوت سترنج، الباسورد هو باسورد 1 2 3 4. بس مثلا لو عملت بوت ام دوت كوميت، ام دوت كوميت دي في الاخر معناها ايه؟ سايب الكلام ده جوه الريفرنس. حد شايف اي شيء صعب؟ قول. بس انا لو عملت مثلا بوت ام الكي اكتبه اي حاجه، لكن الباقي لازم تبقى نفس النوع اللي يبقى انتجر. طبعا طبعا يعني ده سترنج عشان انت محدد ان انت اصلا بتبوت سترنج. لو انت بتبوت دبل يبقى لازم يكون دبل. طيب عايزين بقى نسترجع اليوزر نيم والباس اللي احنا خزناهم دول، بنعملها ازاي؟ انا ما بقولش بقى في ازاي في البرنامج وانا وزرار مش بتكلم في كده خالص، انا بتكلم في شكل ايه؟ بشكل عام بالستاندرد بتاع كتابه الكود. بقول ايه؟ شيرد بريفرنسز بريف جيت شيرد بريفرنسز ماي داتا ستورج والمود برايفت. نفس اللي فوق. مش محتاج اعمل اديتور هنا، ليه؟ مش هايديت حاجه، انا بس هقرا على طول. فكل اللي قلت له ايه؟ قلت له عرفته متغير سترينج سميته يوزر نيم. قلت له البريفس اللي هو الاوبجكت بتاعي دوت جيت سترينج، جيت ايه؟ جيت سترينج، جيت سترينج قمت واخد منه اليوزر نيم. خلاص الحجم بتاعي مش محتاجينه دلوقتي. سيبك منه. الحجم بتاع البيانات ده مش محتاجينه خالص. خلاص؟ ممكن نحط بعض المواصفات الاخرى كمان، ليها كذا اوفرلودنج يعني. خلاص مش مهم دلوقتي، احنا بس بنقول اكتب له ايه؟ ده الشكل بريفس دوت جيت سترينج وبقول له ايه؟ بقول له هنا مين؟ اليوزر نيم. فيجيت لي اليوزر نيم يحط لي جوه المتغير ده. جيت الباسورد دي جيت لك الباسورد بس. اي صعوبه؟ نقدر نشرحها بالريفرنس زي ما احنا عايزين، نشرحها بالريفرنس زي ما احنا ايه؟ عايزين. ده كان انترودكشن كده في الانواع، وخدنا البريفرنسز معانا، خدنا البريفرنسز ايه؟ معانا.